السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفاة مروى بن صغير. أعلنت مدينة صفاقس التونسية اليوم وفاة شابة تدعى مروى بن صغير وحيث تبلغ من عمر 23 عاما. أعلنت مدينة صفاقس اليوم فاجعة بوفاة الشابة مروى بن صغير ووسط حزن كبير. وقد انتشر خبر الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرد وصدم كل أسرتها، وحيث نعاها عدد كبير من أسرتها الشابة شابة مدينة صفاقس مروى بن صغير، منهم من دعا لها بالرحمة ومنهم من طلب الجميل دعاء لها، حيث كتب احدى اقاربها: اليوم اكبر صدمة في حياتي، وفاة اغلى واحدة في حياتي مروة بن صغيرة، اتمنى لها بالرحمة ونطلب منكم الدعاء لها. وحيث حصل خبر الفتاة كل مدينة صفاقس وكل الموجودين بها، وحيث انها كانت محبوبة في منطقتها، وقالوا وقت جنازة احدى اقاربها انها كان سبب الفتاة وبعد صراع مع المرض رحمه الله واسكن المسيح جنتها، نطلب منكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة البقاء لله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.